السلام عليكم، مرحبا بكم الخوت في طلب بدون مهم دل بالصعب، حيت غادي نعرفوا القيمه السوقيه باش ننتقل حكيمي لباريس سان جيرمان، وايضا القيمه لا تخلص بالعام حيت اخيرا تكشف شحال غادي يشد حكيمي في الموسم الواحد، وبالتالي يقدر يكون اغنى لاعب في تاريخ ديال كره القدم المغربيه لا على مستوى القيمه السوقيه للسنه الواحده او لا صفقه انتقال كامله. المهم نبداو والتفاصيل ديالنا. بعدما توصل أليخاندرو كامان وكيل أعمال أشرف حكيمي إلى اتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان يقضي بانتقال لاعب المنتخب المغربي من أنتر إلى بي إس جي مقابل 70 مليون يورو، يعني هذه القيمة ما واضحاش لكن أغلبية الصحف تقول بين 60 و 70 مليون يورو وهذه المؤكدة زائد مكافآت. وقال أيضا كامان في تصريحات للكالتشيو ميركاتو الإيطالي بحيث قال: أعترف أننا تفاهمنا مع باريس سان جيرمان والملف سيحسم في الساعات القليلة المقبلة. أشرف حكيمي تقبل واقع كرة القدم، الأنتر كان فريقه المفضل، لقد انصهر بشكل جيد مع النادي الإيطالي وكان سعيدا جدا رفقة عائلته. الآن تحصل الأنتر على عرض مالي من نادي سيساعد فريقه من التخلص من الأزمة الذي كان في حاجة لبيع للاعب. أشرف حكيمي يشكر الجماهير الإيطالية والفريق وكامل طاقم أنتر على ثقتهم. وبالتالي حسب الصحف مبلغ كيتقدر ما بين 8 الى 9 مليون يورو في السنه الواحده، يعني مغربيه 8 الى 9 ملايير مغربيه سنتيم كما عارفين. هذا ما كان اخوت، تمنعتكم الخبر، حاولت نلخص لكم كل شيء في هذا الفيديو هذا كمان وشنو قال، وايضا سيربح او شحال غادي ياخذ في السنه الواحده حسب الصحف قالوا بلي 8 ما بين 8 و 9 ملايير سنتيم مغربيه. هذا ما كان معكم الاخ لكم مروان، وان شاء الله ولي